عايز تعرف ايه اللي حاصل اكتر، تعال شوف بقى سبحان مغير الاحوال وبعد 50 سنة كنا فين وبقينا فين. اذاعه الجيش الاسرائيلي بتقول لك نتوقع تعاون كبير في هجومنا على ايران من الدول الشريكه في المنطقه. مين الدول الشريكه في المنطقه؟ هي الدول اللي رفع الخريطه بتاعتهم نتنياهو وقال لك دي الدول حبايبنا. وكان فيهم مين؟ كان فيهم مصر والاردن والامارات والسعوديه، ولا نسيتوا يا جماعه؟ طب تيجي اقول لك على الدول العربيه اللي ساعدت اسرائيل في حربها ضد حماس وحزب الله وايران؟ ما هي الايه اختلفت من شويه، وريتك الدول اللي ساعدت مصر في الحرب ضد اسرائيل، تعال اوريك الدول العربيه اسما اللي ساعدت اسرائيل في حربها مع حماس وحزب الله وايران زي ما بيتم تداوله والناس بتتكلم عنه. ادي الخريطه اللي رفعها بنيامين نتنياهو، وادي الدول العربيه اللي ساعدت اسرائيل في حربها ضد حماس وحزب الله وايران. الامارات بتقدم الامارات دعم غير محدود لاسرائيل، سرب جوي بينقل البضائع بعد توقفها في البحر الاحمر بسبب الهجمات الحوثيه هناك. السعوديه تدعم فكره التخلص من حركه المقاومه حماس وبتستخدم الياتها او الاتها الاعلاميه في دعم وجهه النظر الاسرائيليه، ولم تسمح باقامه اي فاعليه تدعم القضيه الفلسطينيه على اراضيها ولا حتى رفع العلم الفلسطيني. المملكه الاردنيه الهاشميه بقياده عبد الله بن الحسين نسل كابر عن كابر، يقول لك ايه بقى يا سيدي؟ شاركت في صد الهجوم الايراني على اسرائيل مرتين، وفتحت مجالها الجوي للقوات الامريكيه للتعامل مع الضربه الصاروخيه الايرانيه علشان ما توصلش اسرائيل ولا تل ابيب. بتشارك في وقف التظاهرات الداعمه للفلسطينيين لفلسطين، وبتعتقل عدد من المحتجين. مصر من الدول اللي بتساند اسرائيل. طلب عبد الفتاح السيسي علانية سحب المدنيين من غزة لصحراء النقب وضرب المقاومة والقضاء عليها نهائيا، وأثبتت تقارير أن رأس النظام أمر بتسيير رحلات بحرية بتنقل البضائع والمستلزمات من مصر لإسرائيل عبر ميناء العريش، ولم تتخذ مصر موقف واضح بشأن إدخال المساعدات لغزة، بل تكدست آلاف البضائع على الحدود لحين إصدار أمر إسرائيل. لما إسرائيل توافق سمحت مصر بانتهاك اتفاقية كامب ديفيد وسمحت لهم باحتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح. مش ده اللي حصل يا جماعة؟ وزير الدولة في الخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان بيقف بمنتهى الوقاح ويقول لك الإمارات بتساعد السودان وبتساعد غزة والمحتاجين في العالم. ومين بيتآمر؟ أو يكفي أن أنت تبعت لي شوية أكل وانت بتطعني في ظهري؟ دي اسئله بيسالها اهل غزه واهل السودان ردا على شخبوط بن نهيان اللي هتشوفوه معانا دلوقتي. سيد الرئيس، لقد ابى بلادي التسليم بتعطل الاستجابه الدوليه في العديد من الازمات، فعملنا على تذليل العقبات وتسخير الامكانات لمواصله العمل الانساني ومد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الارض، التزاما بارث الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان مؤسس دوله الامارات. واليوم امر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله بتقديم مساعدات اغاثيه عاجله للشعب اللبناني الشقيق بقيمه 100 مليون دولار لمساندتهم في مواجهه التحديات الراهنه، وحين اشتدت ويلات الحرب في السودان لتدفع بالملايين من السكان نحو كارثه انسانيه متعدده الابعاد، سخرت بلادي جهود لدعم الشعب السوداني حيث ساهمنا مؤخرا ب 100 مليون دولار لتعزيز جهود الامم المتحده لمعالجه التداعيات الانسانيه لهذا الحرب في الداخل وفي دول الجوار، الى جانب انشائنا لمستشفيين ميدانيين في تشاد لتقديم الخدمات الطبيه ليشمل اللاجئين السودانيين. وبالمثل لم ندخر جهدا لدعم الابرياء المحاصرين في غزه حيث عملنا على مدهم بالمساعدات العاجله عبر البر والجو والبحر، وسعينا لتوفير العلاج لاشقائنا الفلسطينيين من المرضى والمصابين عبر انشاء مستشفى ميداني في رفح بغزه ومستشفى عائم في العريش. سبحان الله، هل تعتقد ان انت ممكن تغسل ذمتك من الخيانة بكام مبلغ، بمبلغ مثلا او بكام طيارة فيهم مساعدات؟ هل تعتقد كده؟ عموما على كل حال، بعد 51 سنة في 7 اكتوبر حصل السنة اللي فاتت، والسنة دي اسرائيل متأهبة وبتقول قبل 7 اكتوبر اللي هو بكرة هيكون في جديد. الجديد ده متوقعينه يكون عمليات تحصل او قصف من حماس، وكمان الناس متوقعة ان اسرائيل تقصف ايران علشان يجي نتنياهو بكرة ويقول بعد سنة
من 7 أكتوبر استعدنا الردع وقدرنا نردع إيران وحماس وحزب الله، قتلنا ضربنا عملنا، ولكن سبحان الله النهاردة بتيجي ضربة جديدة لبنيامين نتنياهو من بير 7 ومن مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية، وبتنقل لنا إسرائيل هيومه بتقول عملية فيها قتيلة و13 مصاب، حالة واحد منهم خطرة و6 جراحاتهم متوسطة وإصابة الباقين طفيفة. إيه اللي حصل؟ دخل شاب معاه أهو زي ما بتقول إذاعة الجيش الإسرائيلي منفذ عملية بير 7، طعن المجندة الإسرائيلية وبعدين سيطر على سلاحها وخد السلاح ده وضرب بيه نار على الباقيين داخل مركز تجاري في بير 7 عاصمة الجنوب عند إسرائيل. والمصادر الإسرائيلية بتنقل تقول لك القتيلة في عملية بير 7 جندية في حرس الحدود، واللي قام بالعملية مواطن عربي عنده الجنسية الإسرائيلية. يدعوت أحرنوت بتنقل عن والدة الجندية الإسرائيلية بتقول بنتي وجنود تانيين استخبوا في الحمام خلال عملية بير 7 ولم أستطع التواصل معها. نفس اللي حصل السنة اللي فاتت، جنود معاها سلاح وبتستخبى في الحمام، وإذاعة الجيش الإسرائيلي بتقول لك منفذ العملية بير 7 من سكان النقب يحمل الجنسية الإسرائيلية، عربي عربي فلسطيني الأصل. المشهد اللي جاء من بير 7 بيقول إن اللطمات اللي بيتوقع نتنياهو إنه يتلقاها قبل 7 أكتوبر ما جاتش من المقاومة في غزة وما جاتش من حزب الله. أول هذه اللطمات أتت من مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية من أهل النقب، يعني ربما يكون بدوي، وهو اللي عمل العملية في بير 7. وده طبعا بيضرب تماما النظرية اللي بتقول إن المواطن الإسرائيلي من أصول عربية هو أكتر مواطن مرفه في الشرق الأوسط. ده لا طالع من غزة ولا جاي من جنين، ده وجعه وأهانه اللي بيحصل على مدار السنة على ما يبدو، وقام بالعملية دي اللي هنشوف تبعاتها وهنشوف بتودي لفين في سياقاتنا الإخبارية أو السياقات الإخبارية أو التناول الإخباري للحادث.